إذا أصبح الوالد كبير ومقعد قليل الحركة، من يخدم في هذه الحال؟ من ينجح؟ ولذلك أحيانا تجد مجموعة من الآباء مع الأبناء ما ينجح في البر إلا واحد والباقي ما يستطيعون، وتجد بعض البنات تثبت يمكن واحد أو ثنتين والباقي ما يتحملون. لذلك قال جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: رقم أنفه ثم رقم أنفه ثم رقم أنفه، يدعو عليه ثلاث مرات. قالوا: من؟ قال: من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخل الجنة. فرصة راحت عليه، فرصة ضاعت عليه. يقول ابن عباس: من كان له والدان وهو قائم على خدمتهما فليعلم أن له بابان مفتوحان إلى الجنة. عند الكبر يأتي أهمية بر الوالدين.